أهلا بحضركم. النهاردة كان في اجتماع مهم لقادة حلف الناتو احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد. الحقيقة خرجت منه مناقشات واتفاقات وتوصيات هامة جدا، يعني من المؤكد أنها تأثر على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. اتفق قادة حلف شمال الأطلسي على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف، وقال بيان صادر عن قمة التحالف: قررنا دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ووافقنا على توقيع بروتوكولات الانضمام. جاء في البيان: ضم فنلندا والسويد سيجعل الحلفاء أكثر أمنا وسيزيد من قوة حلف شمال الأطلسي وسيزيد من أمن منطقة أوروبا والأطلسي. وأضاف البيان أن الحلف وافق أيضا على مفهوم استراتيجي جديد. البيان وصف روسيا بأنها التهديد الأكبر وأكثر تهديد مباشر لأمن الحلفاء، وده طبعا يصب في اتجاه تدهور حاد في العلاقات مع موسكو من وقت بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا. أيضا تعهد قادة حلف الناتو بتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ووافقوا على حزمة دعم تهدف لتحديث قطاع الدفاع لديها. في الوقت ذاته قرر الحلف تعزيز الردع والدفاع فيه بشكل كبير. بيان حلف الناتو تحدث عن الصين وموقفها وقال إن الصين تشكل تحديا لمصالحه وأمنه وقيمه، وقال إنها دولة تسعى لتقويض النظام الدولي المبني على قواعد. أما عن رد الفعل الروسي تجاه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، فقال نائب وزير خارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو يزعزع الاستقرار. أيضا نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله: نعتبر أن توسيع حلف شمال الأطلسي عامل يزعزع الاستقرار فيما يتعلق بالشؤون الدولية. أيضا نقلت وقالت إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله: نعتبر أن توسيع حلف شمال الأطلسي عامل يزعزع الاستقرار فيما يتعلق بالشؤون الدولية ولا يضيف أمنا لمن يوسعونه ولا لمن ينضمون إليه ولا لدول أخرى تعتبر الحلف أو تعتبر الحلف تهديدا. أيضا منذ فترة علق الرئيس الروسي بوتين عندما لوحت فنلندا والسويد بانضمامهما لحلف الناتو، وأطلق بوتين تهديدات بأنه سيرد على هذا الأمر، حيث كان توسع حلف الناتو ليصل لحدود روسيا. هذا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه يريد منعه من خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 من فبراير الماضي. لكن روسيا بعثت برسائل متناقضة بشأن ما يشكله انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو بالنسبة لأمنها. قال بوتين في مايو الماضي: بالنسبة للتوسع روسيا ليست لديها مشكلة مع الدولتين، وعلى هذا الأساس ليس هناك تهديد مباشر لروسيا من توسيع الحلف ليشمل الدولتين. كانت فنلندا والسويد أعلنتا عن سعيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي في مايو الماضي على خلفية قلق الدولتين من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأعلن أيضا حلف شمال الأطلسي أن روسيا تشكل التهديد الأكبر والمباشر. إذن أعلن حلف شمال الأطلسي أن روسيا تشكل التهديد الأكبر والمباشر لسلام وأمن أعضائه، كما اعتبر أن الصين تشكل تحديا لمصالح دول التحالف وأمنها. ووصف الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأزمة بأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ستولتنبرغ أن حرب الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا زعزعت السلام في أوروبا، وأيضا خلقت أكبر أزمة أمنية في القارة منذ الحرب العالمية الثانية. على جانب آخر، اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن حرب موسكو ليست ضد أوكرانيا فقط بل ضد كل أوروبا، وقال في كلمة عبر الفيديو لقادة الناتو في اجتماعهم:
أن السؤال هو من من الدولة التي ستحارب روسيا بعد أوكرانيا، كما رأى أن موسكو لا تفهم إلا لغة القوة، مضيفا أن التراجع سيكون فشلا لأوكرانيا وللحلف، وقال عليكم دعمنا بالأسلحة أو بأسلحة دفاعية متطورة وبعيدة المدى. إذن إلى هنا متابعينا ومشاهدي شاشة تلفزيوني بالسبعة تنتهي هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء.